تعالى وانا بجانبي. سأداوي العلامات النارية التي تركها قضيب الحديد على جسدك. سأداوي الثقب الغائر الذي أحدثته رصاصة الكلاشينكوف بين عينيك. سأجعل من لحمي وسادة لجسدك المنهك المتهتك. أخطأت حين قتلته. كان ضميري رغم قسوة منطقه كان يمسك العلم من حلقه يضغط عليه ويضغط إلى أن يتحشرج صوته ويكاد يختنق فيلقيه على الكنبة ويغادر. ذلك العالم كان أنا. بتكون عادة القراءات السردية والشعرية لدكتور هشام بوساني اللي هو ضيفنا لليوم، يلي هي ما بتشبه الصورة اللي عنا إياها عن قراءات القصص أو الشعر. دكتور هشام صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك بالاستوديو أخبار الصباح وبلبنان. أنت موجود بلبنان لأنه قبل امبارح كنت مشارك بنشاط عنوانه ترجمات بالجامعة الأمريكية ببيروت، وخلاله كنت عم تقرأ مجموعة من أعمالك. صحيح، يعني هو القراءة إذا ما كانت مصاحبة لأداء جيد على الأقل يستطيع أنه ينقل عمق الأفكار، أعتقد أنه بيكون في نوع من يعني الملل والرتابة. هذا جزء من الأساسي، وجزء آخر بالنسبة لي مهم جدا الاشتباك مع الفنون الأخرى سواء في داخل النص الكتابي مثل هلأ أو على المسرح اللي كنا نشوفه مع موسيقيين أو في بعض الأحيان فنانين تشكيليين. أو اشتغلت مع راقصة رقص معاصر، سرد بجاوة رقص معاصر وهكذا. يعني هالأمور بتضيف للفنان وبتضيف للكاتب وبتضيف للمتلقي للجمهور. نعم طبعا 100%. حضرتك أردني وصلت على لبنان بدعوة من الأيو من الأيو بي الأيو بي عفوا الجامعة الأمريكية. في هي أول مرة بصير التعاون بينك وبين الجامعة؟ أول مرة عم بيطلقوا في الجامعة الأمريكية في بيروت يبدو برنامج جديد للترجمة، وإشي مهم جدا موضوع ترجمة الأدب العربي إلى لغات أخرى خصوصا اللغة الإنجليزية. فقسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة العربية ومركز الدراسات العربية والشرق الأوسطية هني اللي نظموا في الجامعة الأمريكية في بيروت منظمين سلسلة اسمها ترجمات، تستضيف أربع فعاليات. الافتتاح كان مع الفعالية اللي أنا كنت فيها مع المترجمة اللي ترجمت أعمالي اسمها ثريا الرئيس. مظبوط، هي اللي بتترجم لك أعمالك. خلينا نذكر أنه برصيدك أربع كتب كلها قصص قصيرة، أنت متحيز للقصة القصيرة. أول عنوان هو عن الحب والموت، الثاني الفوضى الرتيبة للوجود، أرى المعنى هو الكتاب الثالث، والرابع هو مقدمات لابد منها لثناء مؤجل. أنا ما خصني هذا أنت لثناء مؤجل. طيب كلهم عم بيترجموا أو كلهم الترجمة والرابع هلا عم بترجم على الطريق؟ أرى المعنى هو الكتاب المحتفى فيه لهذه الدورة في الفعالية، هو ترجم ومنشور في الولايات المتحدة في سيراكيوز يونيفرسيتي بريس، وفي نسخة جدا جميلة ثنائية اللغة، يعني اللغة العربية على صفحة مقابل اللغة الإنجليزية على صفحة أخرى. كيف كانت عم بتصير النصوص؟ مقطع منك مقطع منه، كيف مقطع بالعربي مقطع بالانجليزي؟ تمام، يعني الصفحة، وهذا كتير جميل لأنه بيقدر الواحد يقرأ النسختين، بيقدر حتى يستخدم في التعليم أو يستخدم في من دون ما يفتش عليها. يعني بالضبط مباشرة الكتاب بهذا المعنى ثنائي اللغة ونسخة جدا. يعني بس ما كان في مرافقة لا موسيقية ولا فنية في هذا الفعالية؟ لا، ولكن احنا قريبا عم يعني صار في مقترح مع الأيو بي، وربما اليوم راح أشوف بقى كمان مترو المدينة حتى نحاول نعمل عرض ومسرح بشكل كامل مثل العروض اللي بتقدم. مثل اللي عم نشوف هون عرض سابق لك كان في فنان تشكيلي فإذا مرافقك على خشبة المسرح. هذا رفيق مجدوب أعتقد معروف في بيروت. كان عايش في بيروت لفترة طويلة، الآن رجع انتقل لعمان. فهذا أحد العروض أيضا اللي بالاشتباك مع الفن التشكيلي أيضا. يعني دائما إن وضعت أذنك رزق خشبه فستسمع صوت ضحكات تتذبذب محشورة فيه، لكنه الآن كئيب كخطوات التي أجرها على الأرصفة حين أخرج. مفاتيحه مخلعة وأوتاره مقطوعة ولا دم يجري في عروق بوسيقاه. بعض أوراق نوتة مرمية في الأرجاء، وكثير
من قطع الزجاج الصغيرة التي تشبه حجارة الفسيفساء. هل يكون زجاج مرايا كانت معلقة على الجدران يوما؟ لا أدري، لا أحد يدري. فعازف الكونترباس كان آخر من تسلل كالعطر إلى الداخل وكالعطر تبخر. لم يدخل أحد تلك الغرف لو مرة بعد أن توقف. حلو هالمزيج اللي عم نشوفه حتى بالباك جراوند، بس شفنا الفنان رفيق مجذوب هو عم بيرسم في مرحلة فكرناه كأنه عازف كمان. صحيح، بهرم ظهره كمان. صحيح. عم بيعزف معك. هالقد في تناغم بين النص، الموسيقى، الرسم، كل شيء عم نشوفه. قبل امبارح كانت قراءة وكان في يعني الترجمة. قديش أنت راضي عن نصوصك بس تترجم، وقديش برأيك بتضل محافظة على الروحية اللي أنت كتبت فيها بداية باللغة العربية؟ يمكن هاي الترجمة كانت كتير متميزة لأنه لسبب واحد، أنه أنا أيضا أتقن اللغة الإنجليزية بشكل جيد، فكان في إمكانية للتفاعل الممتاز ما بين الكاتب والمترجم، وهذا مش متحقق ربما اذا ترجمت. انا ترجمت لغات اخرى ولكن ما يعني ما مش مستحيل منك ضل يعني مستحيل يعني يتحقق هذا التفاعل. فكان تفاعل كثير ممتاز. يعني وراضي جدا عن يعني النقل. على الاقل اصعب شيء كان نقل موسيقيه اللغه العربيه. يعني لغه فيها جدا حموله موسيقيه عاليه، وانا بركز على هاي الحموله في الكتاب السرديه حتى، يعني فيها كثير ارتكاز على شعريه الجمله وانسيابيه اللغه. هذا اللي بدي احكي عنه يلي سمعناه قبل شوي. يعني انت بتصنف كتبك على اساس هي قصص قصيره يعني، بس يلي عم نسمعه كنا قريب جدا للشعر. ما بعرف اذا الشعر كمان 100%. وانا بعتبر انه القصه يعني هي كثير قريبه من الشعر، يعني فيها تكثيف واختزال وصور، فيها الشغل الأحداث، وفيها لا وفيها شغل كمان على المتلقي. يعني هي مش زي الرواية بتشرح كل شيء وبتاخذ كل العناصر وكل هي الأحداث. أكثر مبنية على معنى وعلى الحدث مخفي أوقات مش دايما واضح. بس ليش ما بتكتب شعر؟ بكتب شعر، بس أنا مش مع إنه شو نصنف النص. أنا برأيي إنه ما دام النص فنيا ممتاز وممكن المتلقي يتعاطى معه وفنياته عالية فهو نص أدبي جميل. بس لما نقول قصة قصيرة يعني منتخيل انه في لعب على الكلام، بركي عقدة مخفية، قطبة مخفية، ما بعرف شو بيقولوا لها. حتى انت وعم تقرا ما منحس هالشيء، منتاخد بالشعر. يعني انا بكتب القصة اللي بتروح ابعد شوي من الشكل التقليدي لانه الحدث وذهب والى اخره. هي خواطر؟ لا، بعيدة عن الخواطر. الخواطر يعني هي نوع من الكتابة الانطباعية عن حالة شعورية ما متعلقة بالمتلقي. القصة انا بالنسبة تعريفها إلي هي تتعلق بحدث ما والغوص في عمقه والتعبير عنه بلغة مكثفة. وأعتقد هذا كتير بيشتغل على أو قريب جدا من الشعر، خصوصا شعر من اللي بنسميه شعر النثر. قد إيه لك بتكتب، خاصة أنه كتاباتك يعني نوعا ما نخبوية، مش يعني كل كتابة فنية لازم تكون نخبوية. أنا هيك بتصور أو على الأقل لازم يعني في جمهور معين بيتابع هيك قصص أكيد. بس برضو أنا من الناس اللي لازم اللي بيعتقدوا أن أيضا القارئ عليه أن يقرأ كمان، يعني يقرأ مش بس بالأدب، عليه أن يقرأ في الفلسفة، في العلوم. يعني كل الناس لازم تطور معارفها بالضبط، وبالتالي تصبح هذه الكتابة يعني ممكنة لمثل هيك قارئ. وسؤالك جدا جميل لأنه أنا كمان بستعمل الهوامش في بعض الأحيان لتوضيح بعض النقاط اللي قد تكون غير مفهومة لقارئ، يعني خلينا نحكي مش مطلع بشكل واسع. فبستغل الهامش من شان أفتح هاي الأقفال أو أستخدمها كمفاتيح لفتح أقفال النص في بعض الأحيان، فما حدا يكون عنده تتحقق تمام يعني. تتحقق قراءة أخرى أكثر عمقا، أو هو يعني يهتم القارئ يقرأ في هذا اللغز الجديد اللي يكون مشتق من العلوم او من كاتب اخر او الى اخره، فهو بيكتشف اشياء جديده او فنون جديده. نعم. شو عندك ضد الروايه؟ كان عندك تجارب؟ يا سلام عليك. عندي ضد الروايه مساله واحده فقط. الروايه كمان فن جميل، ولكن بكل اسف تحول هذا اليوم لسلعه، يعني هو سلعه الادب. فكل تركيز الناشرين المهرجانات لأنه ببيع. ليش ببيع بالنسبة إلي؟ لا، أو ليش بعتقد أنه ببيع؟ لأنه إلى حد ما تلقي أسهل. الشعر والقصة بدها تفكير أو بدها جهد من المتلقي، بينما الرواية بتريح المتلقي، بتعطيه كل التفاصيل الموجودة على الورق. فالتقطت صناعة النشر هاي وهاي المسألة، وصار التركيز كامل
على الرواية، وأنا برأيي إنه في يعني فاصل بين الفن والسلعة، بين ما كان عندك والتسلية. تجارب روائية؟ لا، وأعتقد إني راح يعني أنا ما راح يكون عندي. أنا كاتب قصة وقريب من الشعر وأعتقد راح أضل في هذا. أنت كاتب قصة وطبيب أسنان بنفس صحيح. الوقت قديش الكتابة بتشكل متنفس لإلك تنسى ضغط الشغل؟ الشغل هو يعني تعرفوا انتم انه لا يمكن ان كاتب يعيش من الكتابه بكل اسف يعني في العالم العربي من كتابته. انا بحب اكون كاتب متفرغ، ولكن يعني طب الاسنان هو المكان اللي يعني بعتاش منه بشكل لي استقلاليه، وهو يعني ميزه لانه بيعطيني استقلاليه كامله عن انه اكون معتمد على مصدر بحدد لي شو اكتب وكيف اكتب والى اخره والى اخره. نعم. فيعني خلينا نحكي طب الأسنان هو المتنفس تبع الكتابة، يعني ربما أوكي. ربما يكون الكتابة مهنتك الأساسية. صحيح. أوكي. بدنا نسمع؟ لا ما رح نسمع. أول كتاب كتبته سوري إمتى؟ يعني إمتى بلشت تكتب؟ أنا بلشت أكتب فترة طويلة جدا، من 96 تقريبا. ولكن أنا كنت من الناس اللي بيعتقدوا أن الكتابة هي عبء كبير، خصوصا الكتابة الأدبية. الكتابة غير الأدبية كنت أنشرها مباشرة، ولكن تأخرت. يعني غير أدبية؟ يعني مقالات أو تحليلات. كنت تنشر. هذه من 90 وانا بنشر في الصحف المحلية والعربية والدولية ايضا، يعني في مترجم حتى كتابتي غير الادبية مترجم الى كثير لغات. اوكي. ولكن الادب انتظرت من 96 لل 2008 حتى انشر اول كتاب، لانه بعتقد انه هذا يعني الادب عبء على الكاتب ولازم يقدم شيء يكون يعني بيسوى يعني. او وهلا بعد رأيك هو ذاته؟ طبعا هلا بعد هروزاته، فبكتب انا وبترك اللي بكتبه عادة اشهر برجع له بعدين بقرأه بعين الناقد او عين القارئ. فيك تقريب عين الناقد؟ طبعا، لان لحظة الكتابة في هاي الارتباط مع النص او الشعور الانفعالي الاول، بعدين بعد 6 اشهر بيروح الانفعال، فبتقدر تزيح المشاعر عشان طبعا يعني. وبتقدر تقرأيه بعين اكثر يعني نقدا او اكثر دقة. هلا انت على الطريق، في عندك كتاب جديد؟ صحيح. قصص قصيرة ما في لزوم اسأل يعني. شكرا. اوكي، شو اللي بتضيفه بالمعنى الجوهري للقصة مرة بعد مرة؟ يعني هي في كثير من الامور المتعلقة بتقنيات كتابة القصة، قديش انا قادر، بعدين المحيط او يعني القصة هي اشتباك يومي مع الظرف المحيط، يعني لانها لحظة، يعني انت بتلتقطي اللحظة وبتحاولي تفجري اعماقها، تشوفيها من زوايا مختلفة، تقدم رؤى مغايرة عن العادي أو اليومي أو المعتاد. فبهذا المعنى يعني أعتقد القصة عم بتضيف لي، يعني هاي التقنيات إعادة قراءة المعنى، زي الكتاب أرى المعنى هو أحد الكتب بهذا المعنى، فهو بقدم لي يعني إضافات جديدة، تقنيات رؤية أخرى بستطيع من خلالها قراءة أو إعادة تشكيل الأحداث. طيب بس في بداية وصلب موضوع وختام للقصة الأصلية؟ هذا القصة الكلاسيكية عندك. هذا القصة الكلاسيكية عندي. لا عندي يمكن تبلش وما تخلص، يمكن تبلش من الآخر وما تعرفي وين. ممكن ما يكون في ترابط أصلا، كيف مقسم القصة في يعني مثلا رح نحكي عن كتاب أرى المعنى. أرى المعنى كتاب يعني القطع فيه مرقمة من 1 لـ 75، وفي فصول بس الترقيم مستمر، وبتقدر تقرأيها كعمل متكامل مترابط بثيمة واحدة، بتقدر تقرأيها. تتعاون مع دار نشر أو أنت؟ طبعا دور نشر مهمة، وبيفرضوا عليك شروط، بيلاقوا يمكن هيك نوع بكل أسف. القصة القصيرة ليست يعني، والشعر أيضا بكل أسف، العالم يعني عالم النشر الآن لا يرحب في هذه الأجناس الأدبية، فبالتالي لأنه يعني القارئ ما بيختارن عادة للقريون بالضبط، لأنه النشر برضو أيضا صحيح لا يروج لها. عادة دور النشر الكبيرة حتى في العالم يعني في الغرب مثلا بتحط حصة، يعني بتنشر مجموعة من الروايات ومثلا بتقول هاي في عندي سلسلة قصصية سلسلة شعرية، حتى تظل يعني كل الـ يعني الأجناس الأدبية قائمة وتتفاعل معا. بكل أسف بالعالم العربي لا، يبدو أنه الأمور المالية والمادية هي الطبيعية. طيب زملاء بالغرب كمان؟ طبعا طبعا نفس الشيء، بس بتلاقي مثلا دور نشر جامعية، بتلاقي دور نشر مستقلة بسموها، صح، موجودة تثقيفية. طبعا بكون كتبها أغلى بكثير يعني، ولكن موجودة وتنشر هذه الأمور. طب زملاء لك بالكتابة بس يقروا كتاباتك شو بيقولوا لك ونصوصك؟ شو بيقولوا لي؟ يعني احنا انا بقدر اقول انه انا جزء من مجموعه عربيه موجوده وبتحاول تجرب وتقدم جديد ومتفاعل مع بعض، وهذا يعني بيعوض عن ضعف النقد. النقد في العالم العربي ايضا بكل اسف يعني وضعه سيء. فوجود مش راضي عن شيء. فوجود زملاء يعني متمكنين في القصه القصيره، بقراوا اعمالي، بقرا اعمالهم، نتناقش مع بعض، نلتقي في بعض الاحيان في الملتقيات
الأدبية المختلفة في العالم العربي وفي بعض الأحيان خارج العالم العربي، بضيف جدا للتجربة وبغنيها. نعم. آخر النشاطات اللي عم بتحضر لها هلا ببيروت في شي بعد؟ في بيروت بدنا نحاول الآن، يعني عم بحاول أعمل لقاءات خلال هدول اليومين اللي أنا موجود فيهم، يعني بيروت يعني مدينة مهمة. قد بقى ضايل يومين كمان، بحاول اعمل لقاءات مع المسارح، مع الجهات اللي ممكن تكون مهتمه في تقديم هاي العروض، نحاول ننقل بعضها لبيروت، وراح تكون اعتقد يعني تجربه جميله. وهلا بس فقط نتابع نشر كتابي الجديد يعني رح ترجع الاردن رح ارجع لعمان. في عندي لقاء في ابو ظبي الشهر القادم. انا ايضا كنت محرر لمجله امريكيه تصدر عن جامعه مهمه كثير في الولايات المتحده اسمها امهرست، قدمت فيها 25 كاتب عربي مترجمين إلى اللغة الإنجليزية مشان نقدمهم، يعني أيضا عربي يعني من كل العالم، من كل العالم العربي، من المغرب ولا العمان، يعني وصول يعني لبنان، الأردن، سوريا، مصر، كل العالم العربي. نعم. 25 كاتب، 25 نص، هذا أعتقد إشي كان مهم. رح نقدم هالمجلة في جامعة نيويورك في أبوظبي. نعم. أوكي. نحن نتشكر حضورك معنا الكاتب الأردني الدكتور هشام البستاني، وأهلا وسهلا فيك ببيروت مرة جديدة. وبأهلا وسهلا. شكرا لكم. أنا فيكم. موفق. تسلم. بذكرى السادسة لاندلاع الأزمة السورية يلي أدت لمقتل الألاف وتهجير الملايين بالإضافة لتدمير سوريا، عقدت منظمة اليونيسف مؤتمر بأوتارو تانا جافينور، أطلقت خلاله أغنية بهالمناسبة. الأغنية من كلمات جاد رحباني وألحان زيد ديراني سفير اليونيسف الإقليمي. تفاصيل بهالتقرير. الصوت العالي بدي قول بس الصوت صغير، يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب، بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير. بأعلى صوت بدي قول بالغني كل شي معقول، حدا يسمع حدا يشوف حدا يسمع حدا يشوف، غنية غنتها بنت ما بتشوف، أنسام اللي عمرها 10 سنين، هي واحدة من 3 ملايين طفل نازح بسوريا، تركوا بيوتهم وتركوا مدارسهم، ولكن دقت قلبهم بتطلب من قلب الدمار بالصوت العالي رغم أنه الصوت صغير، طفولتهم بدهم إياها. تذكيراً بمرور 6 سنين على الحرب بسوريا، غنية من تلحين سفير اليونيسف الإقليمي زيد ديراني وكلمات جاد الرحباني، رسالة من أطفال سوريا لضمائر العالم، نداء من اليونيسف بالنيابة عن أطفال سوريا باسم أطفال سوريا لوقف الحرب. مؤتمر الصحفي هو لنسلط الأضواء على مشاكل الأطفال السوريين اللي عايشين داخل سوريا، والمدير الإقليمي لليونيسف جيرد كابيريري بعده راجع من سوريا وبده يعطي صورة عن اللي عاشه هو واللي شافه من مآسي للأطفال السوريين، ومن أمال عم بحطوها على المجتمع الدولي حتى يصير فيه إن شاء الله سلام بسوريا. تجربة بالنسبة لي هي بتعرفي بتشوف حياتك بتفوتي بعدة محطات، وهي بالنسبة لي من أهم محطات حياتي، إنك تقدري تضمي موسيقتك تستخدميها كوسيلة لهالأطفال لهالمظلومين. هدول شو ذنبهم بنص علقانين حرب وقتل ودمار، يعني بتطلعي شو ذنبهم؟ فأنا بالعكس أنا اللي قدام أنا جزء بسيط يعني ما بيتسمى حتى، اللي هي بس استعملنا الموسيقى لحتى نوصل صوتهم للعالم كله إنه خلص بكفي. يعني مشكل كبير، والدمار اللي حوالينا وبهالكرة الأرضية واللي عم بيصير قد ما كبير وقد ما الزعل والحزن كبير، بعتقد ما كان صعب إنه نكتب، مع إنه كنت بتمنى ما نكتب هيك شيء، بس مع الأسف عم نحاول نوصل ولو خطوة ولو أمل صغير بهالشيء اللي عم بينعمل، ومتأمل إنه حدا مثل ما بنقول بالغنية حدا يسمع حدا يشوف، متأمل يعني مع إنه عم الأمل عم بيصير كتير ضئيل. رجعت دقات القلب على الحياة، على الحياة، على الحياة، رح ترجع النجوم الضوئية.
مؤتمر الصحفي لمنظمة اليونيسف كشف عن حقائق بتوجع بعد رحلة دامت 3 أيام بدمشق، حمص وحلب. 3 أيام ما بتكفي لاختصار وجع 6 سنين، ولكن بتأكد أنه سنة 2016 هي السنة الأسوأ على أطفال سوريا، على أمل ترجع الألوان الزاهية اللي لون فيها أطفال اللي شاركوا بغنية دقة قلب الحطام والأنقاض بدل الصورة السوداء. تجولنا في البلدة القديمة في حمص وفي حلب، كنا شهود على مدارس تم تفجيرها، مدارس لا يمكن استخدامها بعد اليوم، دمار هائل في الواقع أعمل في المجال الإنساني وفي تغطية الحروب والنزاعات منذ أكثر من 15 عاما. لم أشهد في حياتي المهنية دمار بهذا الحجم. باستمرار هاي الأزمة كثير من الأهالي بدأوا باتجاه استخدام أساليب للتعامل مع الأزمة سلبية، يعني شهدنا ازدياد في عمالة الأطفال، شهدنا ازدياد في تزويج الأطفال، عدد الأطفال الذين خارج المدارس من اللاجئين السوريين كان في ازدياد. كان الذكرى مؤلمة بس الغنية كتير حلوة فيها كتير من الأمل. نحن رح نتابع حلقتنا مع نادية بدران نقيبة الاختصاصيين بالعمل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك نادية. مش خير. أول مرة بتكوني ضيفتنا ومش أول مرة بتكوني ناشطة بالمجال الاجتماعي. اليوم رح نحكي عن المؤتمر اللي رح ينعقد بكرة بعنوان مهنتنا مسؤولياتنا لنقابة الاختصاصيين بالعمل الاجتماعي ببيت المحامي. عن شو بيحكي؟ نعم، مثل ما العنوان بيقول المهنة مسؤولية، وخاصة اليوم العمل الاجتماعي هو عمل أساسي بالمجتمعات. كنا عم نشوف اليونيسف الريبورتاج وشفنا كل هالدمار، النزوح، التغيرات اللي عم بتصير عنا بقلب المجتمع. قديه مهم العمل الاجتماعي، وهو عصب اللي من خلاله نحن بنقدر نقدم الخدمة الاجتماعية ونقدر نساهم بتحسين هالوضع. بقى هالمؤتمر هو لحتى نحكي عن العمل الاجتماعي يلي هو كتير أساس اليوم بكل هالتغييرات يلي عم بتصير حوالينا من زمان وجاي، لأن العمل الاجتماعي ما عمره سنة وسنتين، عمره 100 سنين. نعم. مين هن الأشخاص اللي رح بيشاركوا بهالمؤتمر نادية؟ نعم، أكيد نحن كنائبة نحن توجهنا لنائبات تانية، لأنه نحن منشتغل كفريق عمل مع اختصاصيين من مختلف المهن. نعم. بقى توجهنا لنائبات، توجهنا أكيد جامعات اللي هي بتخرج هالتخصص هيدا، توجهنا للجمعيات الأهلية، للجمعيات الأممية، للمنظمات الدولية، وللجمعيات غير الحكومية العالمية يلي موجودة على الأراضي اللبنانية. نعم. ويلي جزء من عملها ويلي بنفذه هن العمال الاجتماعيين، وأكيد سفارات معنيين بالعمل الاجتماعي بدعم العمل الاجتماعي، وطلاب أكيد من كل الجامعات وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. طبعا مع الوزير بيير بوعاسي. مزبوط، لأنه وزارة الشؤون نحن بنعتبرها هي الراعي الأساسي للعمل الاجتماعي بلبنان. طبعا. نعم. نحن لما نقول أنه مهنتنا مسؤولياتنا، عم نحكي عن مشاكل عم بتواجه العمل الاجتماعي بشكل عام، أو عم نحكي عن أخلاق وأساليب أوقات ما بتكون سوية؟ ايه، حبيت كتير السؤال. المهنة مسؤولية، لأن أول شيء حبينا نقول أنه العمل الاجتماعي منه عمل عفوي. هو صحيح بلش يمكن العمل الاجتماعي بالعالم وعبر التاريخ من خلال هالعفوية الموجودة فينا نحن كبشر كإنسان، بنحب نساعد الآخر، بنحب نقف حده إلى آخره، لكن
صار في مع الوقت هل صار علم وصار مبني على أسس وقواعد علمية. ومن هون نحن بنحكي إيه عن مشاكل. أكيد اليوم العمل الاجتماعي في كتير مشاكل، نحكي عن تحديات أكتر بالعمل الاجتماعي، نحكي عن ضرورة الالتزام بالمبادئ المهنية والأصول والأداب والأخلاقيات عند التعامل مع الآخرين. لأنه اليوم مش أي شخص بيقدر يعمل عمل اجتماعي. نقدر نعمل عمل خير، إيه كل يوم نعمل عمل خير، كل يوم كل واحد منا بيسعى أنه يعمل عمل الخير. إنما العمل الاجتماعي له أصوله، في مهنة، صح، في قواعد علمية، يعني هو كل يكونوا مطروحين. نعم. خلال المؤتمر بكرة أكيد. كنا عم نحكي عن مشاكل وكنا عم نحكي عن أخلاقيات. أكيد أكيد، لأنه نحن المحب نضوي أنه هالمهنة هي مسؤولية بحد ذاتها. وكلنا إذا نحن اليوم أردنا نكون بهالموقع المسؤولية، نحن علينا نحافظ على الإنسان يلي عم نشتغل معه، نحافظ على نفسنا، نحمي حالنا ونحمي الآخرين من أخطائنا كمان المهنية. نعم، لأنه يمكن أشخاص إذا غلطوا مرة يمكن بيسيئوا لصورة الجمعية أو الجهة يلي هن بينتموا لها. أكيد هون كنا عم نحكي عن عدم المسؤولية. نعم. نادية، بس قبل ما نكفي حديثنا، في شي ويب سايت أو صفحة خاصة لكم على مواقع أكيد التواصل الاجتماعي؟ في فيسبوك للنقابة الاختصاصيين، إذا بشوفوا سوشيال وركر، فيسبوك سوشيال وركرز سينديكيت إن لبنان بيقدروا يشوفوا سوشيال وركرز سينديكيت إن لبنان. أوكي، هلا نحن رح نفوت كمان على الصفحة ونتصفح كل يلي بده يعرف أكثر كمان. طيب يعني نادية بهالطريقة منقول إنه مش كل العالم مؤهلين إنه يشتغلوا عمل اجتماعي. أكيد، لأنه هيدا العمل الاجتماعي مثل أي مهنة تانية، مثل مش كل حدا بيقدر يشتغل مهنة التمريض أو مهنة الطبيب. هيدا مهنة بحد ذاتها إلى قواعدها، في جامعات بتخرج الاختصاصيين، في عنا مجموعة من النظريات يلي بيتلقنا هالشخص وبيتدرب عليها، في مجموعة من المهارات يلي بيسقلها مع الوقت، وفي مواقف بيتعلمها. لأن نحن كعمال اجتماعيين لازم نحن نشتغل مع الناس بغض النظر عن، من دون أي تمييز، بغض النظر عن ثقافاتهم، عن خلفياتهم، عن المشاكل يلي هن عم بيعيشوها، عن طريقة تفكيرهم، وخاصة الطائفة، المذهب، الدين، 100% مبني على كل أنواع التمييز. نحن كتير بعاد عنا بقلب بسب شغلنا، بالعكس نحن بنحترم التنوع الثقافي وبنشتغل مع أشخاص أوقات كتير مختلفين عنا بكل التوجهات. نحن مجبورين ان نخدمهم مثلهم مثل اي شخص ثاني من دون اي تمييز. طب نادية، قديش مهم للاشخاص اللي بيشتغلوا بهالقطاع انه يخضعوا من فتره للتانيه لورش عمل؟ مظبوط، اكيد اكيد، العلم خلال التاهيل الاكاديمي ما بيكفي، وخاصه نحن عم نشتغل مع انسان اخر بيتغير ومع بيئه متغيره من حولنا. مش بس الانسان بيتغير، الظروف اللي حوالينا بتتغير، البيئه اللي عايشين فيها. يمكن اذا خرجتوا برات لبنان تكون البيئه مختلفه تماما عن البيئه اللي عايشين فيها اللبنانيين. مظبوط، مشان هيك الشخص يلي بيتخصص عنده باز اساسيه بيقدر من خلالها يقدر يتاقلم. بس الورش العمل الدائمه اكيد هي أساسية لحتى الشخص يضل على كل حياته يطور مهاراته. أكيد. طيب هلأ أهم الأصعدة اللي عم تشتغل عليها كنقابة وين وشو؟ نعم، النقابة عمرها 20 سنة، منا نقابة حالية بس، ونحن عم نحتفل بالعيد العشرين بكرة، بس لليوم منا نقابة إلزامية. وهيدا يلي نحن إذا بدك الهدف الأساسي إنه اليوم نعمل نحن تنظيم للمهنة، وتصير كل شخص اختصاصي بهالمهنة وقتها بده يمارس مهنته يكون مجبور ينتسب للنقابة. لأنه النقابة هي قانون بالنتيجة، هي بتقدر تنظم المهنة، وبنقدر تحاسب، وبتقدر تسائل، وبتقدر تطالب، وبتقدر تحمل مهنة، وبتقدر تطالب بحقوق المستفيد إذا هو ما قدر يوصل لإلها. نعم. المساءلة، العدالة الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية، هن هول القيم الأساسية يلي نحن بنبني عليهم شغلنا. التميز والإبداع أكيد، لأنه نحن بنهدف لمهنة متطورة، مهنة الاختصاص الاجتماعي مجبور يسكل مهاراته مع الوقت. وهون بنرجع لأهمية الورش العمل الدائمة، الشفافية، المساواة. نعم، واللوجو تبعنا نحن قصدنا فيه، لأنه كمان اللوجو جديد، قصدنا أنه نحن نكون عم نضوي على ألوان أساسية. نقينا اللون الأزرق يلي هو الكوربوريت، يلي هو المؤسسة، يلي هي المجتمع، وبنفس الوقت الألوان الأخضر والأحمر، وهالإيد الممدودة، لأنه نحن بنشتغل مع الناس وإيدنا ممدودة لألون لكل المؤسسات. هاي النقطة كأنه راس أو إنسان. مظبوط، وهالإنسان اللي طاير ومعه تو فلاجز، الأخضر والأحمر،
بيذكروا بالعمل اللبناني وبالوطن، وبنفس الوقت الأحمر هو إذا بدنا هالزخم والقوة، والأخضر هي التنمية والحياة والعطاء والبيئة إلى آخره. لأنه الاختصاص بالعمل الاجتماعي بيشتغل بكل القطاعات، يعني بيشتغل بالمدارس، بيشتغل بالسجون، بيشتغل مع الفئات المهمشة، بيشتغل بالشارع، بيشتغل بقلب المدارس، بربي أجيال، بدرس، بعلم بالجامعة إلى آخره. طيب نادية، وين نقاط الضعف حاليا إن كان بالنقابة أو بالعمل الاجتماعي ككل؟ نعم، هلأ أكيد النقابة عندها تحديات. أول شيء لأنه ما عندنا إذن مزاولة المهنة، هيدا أول مطلب يعني أساسي. ثانيا في فوضى اليوم بالعمل الاجتماعي بلبنان، يعني في كتير ناس بينتحلوا بين هلالين صفة هالموظف، وهيدا لا يجوز. يعني ما حدا بيقول عن نفسه إعلامي إذا هو منه إعلامي أو مش دارس إعلام. بلا بقى هيدي الفوضى موجودة في فوضى كمان بأكتر من مجال، بقى نحن كمان عم نعاني فيها، وهيدا الشيء بيأذي الناس حوالينا، وبيعطي صورة خاطئة عن هوية هالاختصاص بالمهنة. التحديات الثانية، في بوست بينفتح تحت اسم العمل الاجتماعي أو التخصص، بس اللي بيتقدموا عليه أشخاص مش من نفس التخصص وممكن أنه يفوتوا. الجمعيات اليوم بتخلق، كلنا بنعرف أي مستوصف أي مؤسسة لازم تخلق بده يكون في اللي عنده ترخيص او عنده علم وخبر من المؤسسات المرجعيه. الجمعيات اليوم بتخلق بقلب الفريق العمل او بالهيئه التاسيسيه، ما في عندنا، لا في علم وخبر، بس ما في عندنا حدا متخصص بالعمل الاجتماعي. مثل يلي بيفتح مستوصف ما في طبيب، او بيفتح مستوصف ما في ممرض، او ما في عامل بال يعني مجال الطب. يعني هول تحديات كثيره اكيد، على امل انه توصلوا لحل لها. خلينا بس سريعا نرجع نذكر من المؤتمر بكره نادية. نعم، هو بكره 17 الشهر من 10:30 للوحده برعايه وزاره الشؤون الوزير بيير بوعسي ببيت المحامي. واكيد الدعوه موجهه وتوجهت اصلا لكل الاشخاص المعنيين، وان شاء الله نقدر نوصل هالرساله يلي انتم مشكورين انكم اليوم سمعتونا. ومن اهلا وسهلا فيكي نادية بدران. اهلا وسهلا، شكرا لك. نحن رح نختم حلقتنا مع تقرير رياضي مثل العاده. بكره اكيد موعد جديد مع اخبار الصباح، كونوا معنا. باي. الإعلام الفرنسي بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي يويفا ضد دينيز إتيكن حكم اللقاء الذي قاد المباراة فريقها أمام برشلونة في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. وأفادت صحيفة لباريزيان الفرنسي بأن باريس سان جيرمان أرسل اعتراض للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا على 10 حالات تحكيمية في مباراة العودة والتي أضرت بالفريق وأقصته من البطولة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالات تضمنت عرقلة أنخيل دي ماريا من قبل الأرجنتيني خافير ماسكيرانو، اللقطة التي لم يحتسب فيها الحكم ركلة جزاء للفريق البريزي. وأوضحت الصحيفة بأن الهدف من هذا الاعتراض هو كسب مزيد من الاحترام لباريس سان جيرمان في أوروبا. وشهدت المباراة عودة تاريخية لبرشلونة بعدما تمكن من الفوز في الإياب بنتيجة 6-1، علما بأنه كان خسر الذهاب برباعية نظيفة. ذكرت تقارير إخبارية أن مدرب إشبيليا الأرجنتيني خورخي سامباولي خرج من حسابات برشلونة لتولي الإدارة الفنية للنادي الكتالوني خلفا لويس إنريكي بعد سقوط فريقه نهار الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام ليستر سيتي الإنجليزي. وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن سامباولي كان واحد من أبرز المرشحين لخلافة لويس إنريكي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، لكن هذا الأمر كان مرهون بنتائجه الرياضية. وبعد إقصاء فريقه من الشامبيونز ليج بعد هزيمته بهدفين نظيفين في إياب دور 16 بعد ما فاز ذهابا بهدفين لهدف على ملعب رامون سانشيز بزخوان، فقد سان باولي أي فرصة ليصبح مدرب للبرشا بحسب الصحيفة. من جانبها أفادت إذاعة كاتالونيا راديو بأن المدرب الأرجنتيني قرر بالفعل تجديد عقده مع النادي الأندلسي. وعلى الرغم من ذلك لم يحسم سان باولي هذه المسألة عندما سأله أحد الصحفيين بعد مواجهة ليستر سيتي أين ترى نفسك في المستقبل، مع إشبيليا أم البرشا؟ وكان رده أرى نفسي في فراشي متألما للغاية بعد رؤية حلم يضيع مني. وبعد إقصاء فريقه من الشامبيونز ليج وقبل من كأس ملك إسبانيا لم يعد أمام إشبيليا سوى بطولة الليغا التي يحل ثالثا في ترتيبها برصيد 57 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر وثلاثة عن برشلونة الوصيف، علما بأن الريال لا يزال أمامه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.
ما زال نادي ريال مدريد مهتم كثيرا بضم حارس فريق مانشستر يونايتد الإسباني دافيد دخيا الذي يتألق مع الفريق الإنجليزي، وكان النادي الملكي حاول في عام 2015 الحصول على خدمات اللاعب ولكنه باء بالفشل. وبحسب التقارير الصحفية فإن جوزيه مورينيو فرض شرطه الوحيد للتخلي عن دخيا وهو انضمام لاعب وسط البرازيلي كاسيميرو للشياطين الحمر. يذكر أن الثنائي يقدمان مستوى جيد مع فريق، حيث يعد كاسيميرو من الركائز الأساسية في الفريق خصوصا في خط الوسط أمام دخيا، وهو حامي عرين الشياطين الحمر ويقدم مستوى رائع هذا الموسم. بدأت الأندية الصينية تعمل على إقناع اللاعب الدولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع متوسط نادي برشلونة الإسباني للرحيل عن النادي الكتالوني، مع العلم بأنه ماسكيرانو يجدد عقده مع الفريق حتى عام 2019. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن الاجتماعات تتم مع وكيل اللاعب، ولكن لا وجود لأي تغيير في قرار اللاعب حتى هلأ رغم الأموال الطائلة التي تطرح على اللاعب، وقد يغير رأيه خلال الشهور المقبلة. أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاترونية إلى أن مساعد المدير الفني لنادي برشلونة لويس إنريكي وخوان كارلوس أونزو إلى جانب المدير الفني لنادي أتلتيكو بلباو أرنستو فالفيردي هن المدربين المرشحين لخلافة المدرب لويس إنريكي على رأس الجهاز الفني لنادي برشلونة الموسم المقبل بعد ما أعلن المدرب الإسباني رحيله مع نهاية الموسم الحالي. وأضافت الصحيفة أن الأجواء في بلباو لا توحي ببقاء فالفيردي مع فريقه الموسم المقبل إذا ما طلب برشلونة من فالفيردي قيادة برشلونة، إلا أنه فوز برشلونة بلقب هذا الموسم قد يدفع بأنزو ليكون على رأس الجهاز الفني. حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد جديد للمواجهة التي ستجمع ما بين منتخبي ماليزيا وكوريا الشمالية التي كان من المفترض أن تقام في 28 شهر الحالي وضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019، وتأجلت بسبب التوتر بين البلدين. وأعلن داتو وينتسور جون الأمين العام للاتحاد القاري أن المباراة ستقام في 8 من حزيران يونيو المقبل، وأن الإعلان عن مكان إقامة المباراة سيكون بحد أقصى يوم 14 نيسان إبريل المقبل، مطالبا اتحاد الكرة في كوريا الشمالية باختيار ملعب محايد في حال عدم انتهاء الأزمة الدبلوماسية.